من الاخبار اللي انا توقفت عندها النهارده ومس بيه الناس وبحياتهم في جروب على يعني الفيسبوك بيطالب بانه يوم 25 ديسمبر يبقى اجازه رسميه. ده الاحتفال بالكريسماس الغربي او بميلاد المسيح عند الكاثوليك. انتوا عارفين فيه يعني الكنيستين، يعني الكنيسه بتقول انه 25 ديسمبر وكنيسه بتقول انه يوم 7 يناير. احنا عندنا اجازه رسميه يناير لانه العيد بتاع الارثوذكس، اللي الارثوذكس بيقولوا 7 يناير بميلاد المسيح. الكاثوليك بيقولوا 25. فالشباب الكاثوليك دول عملوا اقتراح، دعوه، طلب انه يا جماعه عايزين 25 ديسمبر اجازه رسميه. وما اعرفه انه في دعم كبير لهذا التوجه اللي ممكن معرفش يمكن يتم الاستجابة ليه. بس خليني أسمع من الدكتور إكرام لمعي المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الإنجليزية. أهلا بيك يا فندم. يا دكتور إكرام. محمد. دكتور إكرام أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. تابعت الاقتراح ده؟ آه طبعا. طب وإيه رأيك قولي؟ أنا رأيي ده اقتراح مشروع ومهم جدا إنه يكون موجود في مصر، لأن الكنيسة الكاثوليكية صحيح هي كنيسة محلية لكن امتدادها في العالم كله، يعني صحيح. البابا فرانسيس شخصية عامة على مستوى العالم ومقبول من كل الناس وليه آراء سياسية ومؤثر في السياسة العالمية بشكل واضح جدا، فبالتالي مهم جدا عشان علاقتنا احنا داخليا مع الكنيسة الكاثوليكية في مصر وخارجيا مع الكاثوليك بتوع العالم لازم يكون في تقدير لوجودهم وتقدير على الاقل ان يعتبر 25 يناير اجازة زي 25 ديسمبر زي 7 يناير. يعني ده مهم قوي. احنا عندنا كاثوليك مصريين كلهم والاجانب فيهم قليلين جدا، لكن انا بتكلم كمان على دول مصريين وامتداد الكنيسه في العالم ما نغفلهوش، يعني لانه ده امتداد طبيعي. المساله دي دكتور اكرام عرضت قبل كده، يعني اتطرحت قبل كده؟ لا ما اعتقدش انها اتطرحت بنفس القوه، يعني بنفس القوه بالطريقه دي. لا المرة دي في زخم حواليها يعني. احنا كمان ككنيسة انجلية بنحتفل ب 7 يناير مع الارثوذكس. انا عارف طبعا. وفي نفس الوقت الانجليين في العالم كله بيحتفلوا يوم 25 يناير مع الكاثوليك. مع الكاثوليك في العالم كله. واحنا كنا بنحتفل لغاية وقت قريب 25 يناير لغاية التسعينات يعني او اخر التسعينات. 25 ديسمبر. 25 ديسمبر وبعدين قلنا نحتفل مع اخواتنا الارثوذكس عشان يعني نتوحد مع بعض او حاجه زي كده. لو انت يعني العدد اللي في العالم. طب هو ليه الانجليين مش فارقه معاهم يا فندم؟ لا ابدا، لان اليومين هم يعني هو عيد، يعني 25 يناير أو 25 ديسمبر أو 7 يناير. لأن في دراسات كتيرة كمان بتقول يعني هو احنا مش متأكدين من ميلاد المسيح إمتى بالظبط. أصلاً. دي تواريخ قديمة. يعني التاريخين نفسهم يعني مش مستقرين. حددتهم الكنيسة متأخر يعني مش من زمان. فبالتالي يعني اللي انا اقصده يعني انه احنا لما نحتفل مع العالم كله دي حاجه جيده، ولما نحتفل مع بعض في مصر حاجه جيده برضه. هل في موانع ممكن تقف امام هذا اتخاذ هذا القرار؟ لا اطلاقا. ايه المانع يعني؟ المانع يعني زي ما بقول لك ما فيش مانع سياسي او مانع وطني، لان الكاثوليك مصريين زينا زيهم وألمهم زي ألمنا وتعبهم زي تعبنا وبيعانوا من ما نعاني منه، ولما بيكون في راحة وحاجة كده بيرتاحوا معانا وهكذا، يعني هم وطنيين جدا كمان الكاثوليك
وفي نفس الوقت كمان هم بيتميزوا انهم ناس مثقفين جدا جدا يعني جدا طبعا. اكيد انت بتشوف نشاطاتهم. لا واعرفهم كويس وعندي صداقات كتيره بناس كتير فيهم طبعا. وليهم انشطه ضخمه يعني على مستوى الجمهوريه. اولا عندهم عدد من المدارس كبير جدا، وعندهم راهبات بيخدموا في اماكن كثيره جدا، وعندهم مشاريع اخرى اجتماعيه كويسه. كمان بيعملوا ندوات، وانت تعرف طبعا الاحتفال بتاع السينما اللي بيعملوه كل طبعًا سنه ده طبعا. مركز كاثوليكي طبعا، المركز الكاثوليكي ده حاجه عالميه برضو. وبيختاروا الافلام اللي فيها ناحيه اخلاقيه يعني. الفيلم اللي هو بيقدم حاجه جديده فيها اخلاقيات ويكون ما خدش يعني حظه من فبيحتفوا بيه. صحيح بيحتفوا بيه عشان بيقولوا ان احنا اخترناه علشان القيم اللي هو بيقدمها وحاجه زي كده. يعني الناس دي حتى لو كان عددهم اقل شويه من الارثوذكس مثلا، لكن تاثيرهم الثقافي وتاثيرهم على الارض قوي جدا. فمهم قوي. انا بضم صوتي لصوتك طبعا وصوت الشباب الكاثوليك انه يبقى 25 ديسمبر اجازه رسميه للاحتفال، ويبقى عندنا احتفالين على فكره. هيبقى حاجه كويسه جدا. ده حاجه جميله جدا. حاجه رائعه. ربنا يكتر اعيادنا ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك دكتور اكرام لمعي. طيب في